30 ستتطرق إلى مجموعة من النقاط، وأظن بأن الوقت سيحكم بأن لا تكون وأن لا تطول وأن تبقى بمعنى تتحدث فيما هو يعني رئيس. العنصر الأساسي الذي يقول بأنه مهم بالنسبة للحل المقترح من طرف المغرب، وهو أنه قدم إضافة للقانون الدولي. نحن نعلم بأنه بالنسبة للقانون الدولي كانت عندما تقع النزاعات كانت دائما تحسم في إطار ما يسمى بتقرير المصير، كانت تحسم عن طريق الاستفتاء. وتأكد على أساس أن التجارب التي خاضتها عدة دول وكانت في مناطق متعددة في السنوات الأخيرة أو في العقود الأخيرة والتي اعتمدت فيها مقاربة الاستفتاء كانت نتائجها كارثية، ليس على الدول ولكن على العالم بعمته. لن أتحدث عن تجربة السودان وإنما أتحدث عن تجارب أخرى. واتضع على أساس أن مسألة نسبة تقرير المصير مسألة الاستفتاء حتى وإن كان جاء في السياق ربما في سياق يمكن أن نتحدث عنه يرتبط بتسوية الاستعمار في سنوات الستينيات ونهاية الخمسينيات وحتى بداية السبعينيات، ولكن الاستفتاء كحل وحيد هو أصبح حلا متجاوزا. لماذا؟ لأن القانون الدولي في نهاية المطاف وحتى الأمم المتحدة من بين مهامها الأساسية وأيضا محافظة على سيادة الدول، والسيادة هي مرتكز أساسي بالنسبة للدول والاعتراف بالدول على مستويات متعددة. ومن ثم المقاربة التي يقدمها اليوم المغرب هي مقاربة نوع ما فيها نوع من الإبداع بالنسبة للقانون الدولي، وربما ستجنب شعوبا أخرى في مناطق متعددة من العالم ستجنبها اللجوء إلى مسألة الاستفتاء التي كما قلت قد يراد منها على أساس أنها مسألة سياسية ولكنها تخفي وراءها ما تخفي الكثير من المآسي والكثير من المشاكل. ولهذا الحل السياسي الذي تدعو المغرب سيكون له أيضا فيما بعد له بطبيعة الحال مكانه هو الآن على مستوى القانون الدولي، هو أيضا موجود كحل بالنسبة لحل النزاعات المتعددة التي قد تطال على جميع الدول كحل من حلول تقرير المصير أو كمنعطف من منعطفات تقرير المصير في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين. هذا من جهة. الحل السياسي أيضا الذي يقدمه المغرب هو حل له آثاره أو الآثار المتعددة والكثيرة ومنفتح على آفاق لا حد ولا حصر لها. أولا هو حل ربما قد يقود إفريقيا برمتها نحو تقدم من نوع آخر. نحن نعلم بأن الحل السلمي هذا دفع المغرب منذ بدايته الأولى انطلاقا من كون الصحراء المغربية هي جزء من أقاليمه، دفعه إلى اللجوء إلى مقاربة تنموية بالأساس. وبالتالي هذه المقاربة التنموية المستفيد الأكبر منها ليس المغرب لوحده ولكن يستفيد منها العالم برمته. لابد من معرفة أن مثلا بالنسبة لأوروبا السلع الآتية من أوروبا يمكن لسلعة مثلا أن تأتي من أوروبا وأن تصل إلى طنجة ولن تدخل أي مدينة أخرى إلى أن تصل إلى إفريقيا، لأن المغرب إذا يعرف الإخوان هذا إذا رأيت من طنجة الآن عبر حتى الطريق المزدوجة أكادير الداخلة أصبحت يمكن أن تسافر في المغرب دون ما تدخل إلى أي مدينة إذا أردت أن تصل إلى إفريقيا. ونفس الشيء لو استفادت منه الجزائر وفتحت الحدود سيمكن للسلع الجزائرية أن تمر بسرعة وفي أمان في طرق السيارة لتصل بسرعة وفي طرق آمنة إلى العمق الإفريقي. وبالتالي الحل هذا الذي يقدمه المغرب هو حل أيضا منفتح على المستقبل ومنفتح على نموذج من التنمية. لست في حاجة إلى التذكير أنه عندما أغلقت ميليشيات البوليزاريو معبر الجرجالات حدث يعني ما حدثت صعوبات كبيرة بالنسبة للدول الإفريقية فيما يتعلق بالتزود ببعض السلاح الأساسية. وبالتالي يظهر على أساس أن الحل السلمي الذي يقدمه المغرب لن يستفيد منه المغرب لوحده ولكن ستستفيد منه أوروبا وستستفيد منه إفريقيا برمتها. ولست في حاجة للتذكير بأنه إذا ما اكتمل ميناء الداخلة فبطبيعة الحال الأمور ستتغير جملة وتفصيلا، مع العلم أن هذا الميناء ستكون إدارته تدخل في إطار الحكم الذاتي
وبالتالي سيدر على هذه المنطقة أمورا لا يمكن تصورها من حيث الثروة الاقتصادية بالأساس. الأمر الآخر وهو أن الحل السلمي هذا بفضل هذا الحل السلمي أو المقاربة التي يقدمها المغرب في إطار الحل السلمي هي التي تسمح للثروات الطبيعية الإفريقية بأن تصل في أمن وأمان إلى أوروبا. ولا بد من الوقوف في هذا الإطار عند الأنبوب الغاز الذي سيمر سينتقل من نيجيريا ويمر عبر كل دول إفريقيا الغربية تقريبا لكي يصل إلى أوروبا. وبالتالي الحل الذي يقدمه المغرب هو حل منفتح على المستقبل، ومن ثم يمكن أن يعطي نوعا من الاستقرار للقارة الإفريقية برمتها وللعالم. نحن نعلم بأن المغرب يقع في منطقة جد استراتيجية، يقع في البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأبيض المتوسط لا يحتمل إطلاقا أن يتم إغلاقه، لا يحتمل الإغلاق إطلاقا، لأن الملاحة الدولية التي تمر عبر البحر الأبيض المتوسط هي ملاحة جد مهمة، وهي التي تصل القارات برمتها بطبيعة الحال والتي تسمح بالوصول إلى قناة السويس والمرور عن طريق البحر الأحمر إلى الجنوب الإفريقي، ومن ثم لا يمكن أن يغلق. وبالتالي المنطقة محكوم عليها أن تعيش في السلم وفي الأمن، وبالتالي إذا ما كان العكس فإن المسألة لن يتأثر بها المغرب ولكن العالم كله سيتأثر. ثم لابد من الإشارة إلى أمر أساسي، أوروبا لن تستطيع أن تحتمل حربا أخرى جنوب أراضيها، لأنه نعلم اليوم التكلفة التي تؤديها أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا هي تكلفة جد باهظة، والكل يعلم نتائج هذه الحرب على مستويات متعددة، خاصة فيما يتعلق بالتغذية بالنسبة لدول العالم وتصدير الكثير من الأشياء. فما أدراكم إذا أضيفت إلى المنطقة حرب أخرى بسبب قضية الصحراء المغربية. وبالتالي الحل الذي يقدمه المغرب هو حل يضمن ليس للمغربي، هو الذي يضمن له حلا لمشكلة هذه القضية، للإشارة فقط أن المغرب لم يصنع قضية الصحراء، ولكن قضية الصحراء فرضت على المغرب فرضا. وبالتالي يمكن أن نقول بأنها ستفتح، أو الحل الذي يقدمه المغرب يفتح آفاقا متعددة وكبيرة ليس لإفريقيا ولكن للعالم. وتصوروا معي أن إفريقيا مثلا بدون قضية الصحراء وبمغرب قوي يستطيع أن يجمع الكثير من الدول وتلتئم وتنضم إلى عدد من الدول، وإفريقيا التي فيها في جنوب إفريقيا كيف ستكون هذه القارة، وكيف ستتعامل مع الموارد البشرية، وكيف ستتحول الإمكانيات الآن التي تصرف في الأسلحة وفي الدفاع بالنسبة لكل دول المنطقة إذا ما صرف كل ذلك بطبيعة الحال في إطار التنمية، كيف ستنفتح المسألة على المستقبل. وبالتالي يمكن أن نقول بأن الحل الذي يقدمه المغرب الآن هو الحل الأكثر واقعية، وهو الحل الذي يستفيد منه العالم. ولتذكير فقط أن مجلس الأمن الآن عندما أصبح يتحدث عن هذا الحل كحل سياسي وحيد وأوحد ليس ذلك من فراغ، ولكنه يدرك بأن المسألة هي الأقرب لكي يتم الحفاظ على السلم والأمن العالميين. فقط نقطة أخيرة قبل أن أنهي، نحن نعلم بأنه المغرب هو بلد عبور بالنسبة للهجرة، والتحولات الاقتصادية التي شهدها المغرب جعلت كثيرا من الإخوان جنوب الصحراء يعيدون النظر في الهجرة إلى أوروبا، وبات الكثير منهم يستقر هنا. إذا ما تم حل قضية الصحراء بشكل نهائي، وإذا ما أصبحت إمكانية الترقل في الصحراء المغربية يعني ليس بالشكل الموجود الآن وإنما بشكل آمن، فلي اليقين بأنه لن يهاجر الأفارقة بصفة عامة إلى أوروبا، وسيجدون فرصا أفضل بكثير مما تمنح أوروبا. بل أتوقع شخصيا أن تتم الهجرة بشكل معاكس، وأن تستقدم المنطقة هجرات من أوروبا ومن أمريكا وآسيا. وشكرا لكم.